انا شيماء السيد من محافظه دمياط، من كيان شباب مصر بمحافظه دمياط. النهارده احنا موجودين لدعم سياده الرئيس والوقوف مع سياده الرئيس وقراراته، وان شاء الله الفتره الانتخابيه الرئاسيه الجديده، وبنقول له احنا معاك ومكملين المسيره باذن الله معاك. شكرا. احنا النهارده في استاد القاهره في مؤتمر او مؤتمر داعم اسمه تحيا مصر. معانا شباب المؤسسه كوادر قياديه، ومعانا كل الكيانات الشبابيه، ومعانا بعض الاحزاب مشاركين. تقريبا كل مصر ومحافظاتها هنا بتشارك في مؤتمر وطني داعم لمصر ومؤيد لقراراتها وقرارات السيد الرئيس، وهو مؤتمر تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود ياسر، جاي تبع برلمان شباب مصر. النهارده جاي ادعم قرارات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قرارات المصريه، وكمان دعمه في القضيه الفلسطينيه واخواتنا في فلسطين. شكرا. تحيا مصر. جاي تبع كيان شباب مصر، كيان اللي بنتمي ليه ودايما متواجدين خلاله في الاحتفالات الرئاسيه. جاي النهارده عشان ندعم الرئيس، وفي احتفالات الرئاسيه بتاعته دايما بندعمه، بنقول له كمل يا رئيس، احنا معاك ومساندينك في اي وقت يا رئيس.